هذا وقد كشف جمال يحيوي مدير المركز الوطني للكتابة أن نسبة المقروية في الجزائر مرتفعة حسب صبر الأراء التي قامت به الوزارة الوصية في 10 ولايات في الجزائر لمختلف الفئات العمرية. نسبة القراءة الإجابة ممن طرح عليهم السؤال في العين المستجوبة أكثر من 1000 شخص، أكثر من 90% يحبون القراءة، ولكن قلت بشروط: القراءة في البيت، القراءة في المكتبات العامة التي تتوفر على شروط إيجابية، نوعية الكتب التي يقرأها، فوجدنا أن الكتب الأدبية والروايات والقصص بنسبة أكثر من 52%، ثم يكتب في المرتبة الثانية الكتاب العلمي، وفي المرتبة الثالثة الكتاب التاريخي.